فلسطين هي ذروة العالم العربي، والمسجد الأقصى هو ذروة فلسطين. أنا بقوى بالأمهات وبقوى بهم، الحمد لله رب العالمين. أنا بطالب من كل أم شهيد حتى لو ابنها ودعته زي أنا ما ودعت ابني، بدنا نشارك الأمهات جثامهم محتجزة. أنا الكويت بالمجموعة الأمهات أجن علي لما نستشهد ابني. كل يوم ما أنت أم شهيد، أم الشهيد. أنا من الشهيد مصعب عويس، استشهد تاريخ استشهاد 22/2. الله يرضى عليه، لم لبى النداء لما كانوا محاصرين أصحاب إله في البلد القديمة. سبحان الله، يعني ما ولا التفت لأي شيء سبحان الله، إلا إنه يكون بالمقدمة إنه يعني راح الحمد لله، اشتبك معاهم سبحان الله، ما لحق حتى سبحان الله إنه يشتبك سبحان الله، وكان إنه قدر إنه يستشهد. الله يرضى عليه مصعب، الله يرضى عليه، حنون كتير كتير. بتذكره بموقف قبل ما كان يتطارد، كنت مريضة أنا، كيف الأم بتحضن ابنها، كنت أنا في السيارة قاعد بجنبي ورا، مسكني وعبطني هيك ضمني، يما حطي راسك على هيك، اركي راسك علي وحضني هيك وشاد علي، حبيبي يما شوي يما يلا قربنا نوصل. هذا الموقف الله يرضى عليه، هو حنون يعني من دون ما إني أقعد يعني سبحان الله بدي أحكي وهيك، كثير كثير حنون. هذا الموقف ما بنسى الله يرضى عليه منه، ومواقف له كثير الله يرضى عليه. مصعب لو بدي احكي عنه قد ما بدي احكي ما بوفي حقه، الله يرضى عليه والله يرحمه ويتقبله مع الشهداء. انا ام الشهيد احمد سيف من بلده برقة نابلس، استشهد ب 9/3/2022. كثير مواقف بتذكرها، شو بدي احكي لك، تحكي لك بتذكر يوم خطبته قديش كان فرحان ومبسوط لانه اختارها هو من حاله. كان في عندنا احداث مسيرة للمستوطنين، فصاروا لبى نداء الشباب وتوجه لمنطقة الغربية في البلد، طلع قبل ربع ساعة من الدار، فيش ربع ساعة الا بقولوا في شاب تصاوب ضرب زجاجة حارقة على الجندي وانحرق الجندي، وبلش بده يولع الزجاجة الثانية، قام وهو بيولع بالليل من ضوء القداحة كشف الجندي ضربه رصاصة، اول رصاصة ضربه في مشط اجره، دخلت من المشط طلعت من البوت، حاول يهرب وقع على الارض، حاول يهرب ما عرفوش، قاموا بلشوا في طخ 14 رصاصه، حجزوه اكثر من ثلث ساعه ما خلوش الشباب يروحوا يشيلوه. بعد ما عرف ابوه، كان ابوه مش من المنطقه معه، بعد ما عرف ابوه نزل للجيش قال لهم بتطخونيش رح انزل اشيله، قلت لا. بعد معاناه المهم نزل هو واخوه وكمان اثنين شباب شالوه غصبا عن الجيش واخذوه على المستشفى. اول ما وصل للمستشفى قال لي، وصلت عند الدكتور بقول له كيف احمد يا دكتور، قال لي منيح احمد، قال لي بكفيكي انه احمد اول ما وصل باب المستشفى اتشاهد وقال اشهد ان لا اله الا الله. لما كتب الدكتور التقرير الطبيب الشرعي فيش جسمه مطرح فيه جروح، بعدين انتقل الى رحمه الله ربنا اختاره. طبعا دخل بغيبوبه، كنت افوت عنده ما يحسش بحدا، نايم على السرير وداخل بغيبوبه، تقريبا كل الاحاسيس عنده كانت ميته.